مرحبا بالجميع، سنتعلم اليوم إعداد هذا الكوب من العصير بوعي. إضافات تغذوية تجمع أهم الخصائص العلاجية في كوب واحد. يعتمد هذا العصير في الأساس على استخدام الشمندر أو البنجر، وهذه إضافة نوعية لهذا العصير، فالبنجر الأحمر يحتوي على العديد من المواد الهامة والمفيدة للجسم مثل فيتامينات بي والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، فضلا عن بعض العناصر الغذائية التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من الأطعمة. كل ما عليك هو إحضار حبة واحدة من البنجر وتقطيعها بهذه الطريقة ووضعها في الخلاط الكهربائي. وعندما نبحث عن تعزيز قيمة هذا المشروب، فأفضل ما يمكن إضافته هي قطع من الجزر. لماذا الجزر على وجه التحديد؟ لأنه يعتبر مصدراً جيداً للبيتا كاروتين، وهو صبغة طبيعية يستخدمها الجسم لصنع فيتامين ألف، ويحتوي الجزر على كمية رائعة من الألياف، وله دور رائع في تحسين مشكلات الجهاز الهضمي وخاصة الإمساك، وهو مصدر كبير للفيتامينات والمعادن المهمة، وإضافته لهذا الكوب سيعمل على تعزيز قيمته التغذوية. الإضافة الثالثة، قطع التفاح. وبالطبع يشتهر التفاح بفوائده الصحية العظيمة، وإضافته إلى هذا العصير سيعزز من قيمته وسيضفي إليه طعما لذيذا. وفي المقام الأول، عندما نضيف التفاح فنحن ندعم صحة الجهاز العصبي، إذ أكدت العديد من الدراسات أن تناول التفاح يساعد في تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة بسبب الإجهاد التأكسدي نتيجة احتوائه على مركبات ثبت فعاليتها لحماية الخلايا العصبية. ويحتوي التفاح على كميات جيدة من الألياف ومضادات الأكسدة، ويتميز بغناه بالعديد من الفيتامينات التي تعود على صحتك بالفائدة. فماذا إذا اجتمع التفاح مع العملاق الأول وهو البنجر والعملاق الثاني وهو الجزر؟ ومن الإضافات المهمة قطعة من الخيار، فالخيار يعتبر أحد أنواع الخضار المحببة لدى الكثيرين، وتكمن معظم فوائد الخيار بقشرته، حيث أن معظم المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة تكون موجودة فيها، ويساعد الخيار على ترطيب الجسم، وهو مفيد لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي بشكل عام. ما الذي يحدث في جسمك عندما تتناول هذا الكوب الفريد؟ في المقام الأول، أنت تعمل على تحسين وظائف المخ، إذ يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية الموجودة كذلك بالمخ، وتتضح هذه الميزة خاصة لدى كبار السن، وهنا يعمل الشمندر أو البنجر كمحفز للدماغ، ويعمل على تحسين وظائف المخ. وفي المقام الثاني، هذا العصير يدعم وظائف الكبد، إذ يساعد تناول الشمندر والإضافات التغذوية الأخرى على تقليل تراكم الدهون في الكبد، وهذا بسبب البيبتين الذي يعزز من وظائف الكبد ويقلل أيضا من نسبة الكوليسترول. كما يعد هذا الكوب من المشروبات الغنية بالألياف، ولذلك فهو يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، كما أنه يمتاز بتأثير إيجابي على عملية الهضم. بين يدي دراسة عن الشمندر تؤكد أنه يحتوي على الكثير من البيبتين وحمض الفوليك، وهو نوع من أنواع فيتامين بي، اللذين يؤديان إلى خفض الكوليسترول في الدم، وهو ما يمنع الأمراض الشريانية ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يمتاز الشمندر بأنه غني بالنترات التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد النيتريك الذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية، بحيث يمكن نقل الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل من ضغط الدم. باختصار شديد، احرص على إضافة هذا الكوب على الأقل مرتين في الأسبوع، فهذا يعزز كفاءتك الصحية ويعزز القوة العضلية، كما يحسن من قدرة مرضى القلب على التحمل.
ويمكن أن نسجل عددا من الفوائد الصحية لهذا الكوب، فهو رائع للرجال ولقوتهم، وهو رائع أيضا في تنظيف القولون من البراز المتحجر والسموم والفضلات، وربما يلعب تناول هذا العصير دورا في محاربة جرثومة المعدة إلى جانب المسارات التغذوية والعلاجية الأخرى، كما يلعب دورا في تقوية الدم وتعزيز نسبته في جسم الإنسان. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. عرف